من جديد مرحب فيكم مشاهدينا. الذكاء الاصطناعي وما أدراكم الذكاء الاصطناعي، بالتأكيد هو أحد أبرز التطورات التكنولوجية التي تساهم في إعادة تشكيل عالمنا المعاصر، وتتسارع خطوات توظيف هذه التقنية في مختلف المجالات عالميا. بالفعل يعتبر الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية بتحقيق الابتكار، وبيأثر بشكل كبير على حياة الإنسان. صحيح، وذلك بدءا من تحسين العمليات الإنتاجية إلى تعزيز تجربة المستخدمين في كافة القطاعات. وفي الإمارات العربية المتحدة الجهود المبذولة في مجال الذكاء الاصطناعي لها مكانة متميزة، وتعمل الدولة على استثمار الموارد لتعزيز هذه التقنية في جميع جوانب الحياة والتميز في ريادة العالم من خلال رؤية الإمارات 2030 التي تركز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، النقل، في استمرار لالتزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين أيضا جودة الحياة. طبعا هالأمر أحدث تطورات سريعة بالذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، وحولت التحديات إلى فرص، وفتحت أفاق جديدة أمام الأجيال القادمة. طبعا معنا في الاستديو محمد النقيب، المدير الإقليمي للحلول الرقمية في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في مجموعة روك ويل التشغيل الآلي، وعضو هارفارد بيزنس ريفيو للأبحاث التقنية والإدارة. صباح الخير. صباح الخير. بداية يعني حابين نعرف من حضرتك كيف اقتحمت، خلينا نقول، دخلت عالم التكنولوجيا بشكل عام. أعتقد هي بدأت منذ الطفولة، يعني هي كان ممكن أقسمها لثلاث حاجات، هي شغف وإيمان وبيئة. الشغف، طول عمري عندي شغف إن إزاي أقدر أساعد الأفراد والمؤسسات والحكومات بأن هي تتبنى التكنولوجيا الحديثة، إن هي تقدر تبني مستقبل أفضل، تبني حياة أفضل مستدامة لأجيال قادمة. والإيمان هو إن التكنولوجيا سواء الذكاء الصناعي أو أي تكنولوجيا ناشئة هي إلا وسيلة لبناء مستقبل مستدام ومستقبل أفضل. وفي دولة الإمارات، لتربينا في دولة الإمارات إن دولة لا تعرف المستحيل، فطلعنا في, 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 في بيئة حطتنا في جو على طول بنحاول نبتكر، على طول بنحاول نبدأ، وعلى طول بنحاول نتفكر في كل حاجة حوالينا. وده أعتقد هو اللي حطيني على الطريق اللي خلاني أبدأ أفكر التكنولوجيا دي راحة فين، طب جاية منين، الذكاء الصناعي ايه فوائده، ازاي نقدر نستخدمه في كل القطاعات. وهنا هو ده اللي حطاني، خلينا اقتحم المجال بتاع الذكاء الصناعي. طيب اذا بكلمات بسيطة وسهلة ممكن توصف لنا الذكاء الاصطناعي وكيف تنعكس اهميته على كافة المجالات والقطاعات؟ لو جينا نبص على الذكاء الاصطناعي، هو اصلا موجود في حياتنا من اكتر من 20 سنة بس بمختلف المقاييس. يعني في القطاع المصرفي الشيكات طول عمرها بيقراها البنك عن طريق الذكاء الصناعي. موبايلات لما بنيجي ناخد صورة بالكاميرا، الأوبتمايزيشن اللي بيحصل للصورة ده عن طريق الذكاء الصناعي. حتى في التواصل الاجتماعي، منصات زي اليوتيوب لما بتديك فيديو معين بيزد على الحاجات اللي انت بتعمل لها لايك أو الحاجات اللي انت بتعمل لها فولو، ده ذكاء صناعي. الطفرة في الذكاء الصناعي هي حصلت في آخر 5 سنين بالتحديد، وخاصة في سنة 2022، لأن كان السؤال اللي بيدور في دماغ جميع المفكرين إمتى هنقدر نتحدث مع الآلة، وإمتى هنقدر الآلة تدلنا حاجة نقدر نتعامل معها دايركت. وده لما طلع Open AI في 2022 باستخدام Large Language Modules، بدأنا نشوف الذكاء الصناعي بدأ يجي للحياة زي ما بيقولوا، أو يوصل للحياة. صارت الأوامر جمل طبيعية، كأنا عم نتحدث مع إنسان بلهجات مختلفة، كأنك تتحدثي مع الإنسان. فلو هنقول الذكاء الصناعي في مفهوم مبسط جدا، هو ما إلا إمكانية الآلة على تحليل البيانات وقدرتها على اتخاذ القرارات، أو مساعدة البشر على اتخاذ القرارات بالبيانات اللي الإنسان هو اللي بيعطيها إليها، ودي لازم نحط تحتها 100 خط. طبعا يعني هي اللي بتساعد الإنسان. بالضبط. طب متى الآلة تعتمد على نفسها بشكل كامل برأيك؟ هي في مراحل للذكاء الصناعي بنسميها في علم الاناليتكس او التحاليل، من بريسكريبتيف لبريدكتيف اناليتكس. المراحل اللي احنا فيها حاليا هي مرحلة ان الآلة بتدينا نصايح نقدر نستخدمها ان احنا ننفذ قرارات او اتخاذ قرارات معينة. مع وفرة البيانات الموجودة، يعني اوبن اي اي لما طلعت وعملت شات جي بي تي، عملت ضخ بكمية معلومات اكتر من 42 تيرا بايت من الديتا،
علشان نقدر نتكلم معاه بالطريقه اللي بنتكلم بيها معانا. فما بيوصل عدد البيانات لمستوى معين تقدر ان الاله تساعدنا او تتخذ القرارات من نفسها، وهنبدا ان احنا نشوف ان هي الاله بتاخد قرارات من نفسها، بس برضو بناء على المعلومات اللي الانسان هو اللي بيعطيها. ما حضرتك حطيت هيك كذا عده اسطر تحت الانسان، لانه الانسان يلقم الاله طبعاً. والاله تعيد اذا بدك بث المعلومات بطريقه مختلفه. حبيت كيف قلت من ديسكريبتيف لبريدكتيف، يعني من سرديه الى تنبؤيه، مارجن او هامش الخطا بالتنبؤات يلي ممكن الآلة والذكاء الاصطناعي يعطينا اياها بمهمات معينه. خلينا نتكلم على القطاع الصناعي. في عندنا في القطاع الصناعي حاجه من التطبيقات الموجوده بقالها فتره هي التنبؤ بالصيانه الدوريه للمعدات جوه المصانع. صحيح، مثل الريمايندر او تذكير البريدكتيف مينتيننس. اللي احنا شايفينه ان في خلال السنه او السنتين اللي فاتوا على قد المعلومات، هي الذكاء الصناعي ما هو الا عقل بيتعلم على المعلومات الموجوده، والمعلومات دي هي نوعين، معلومات ان ريل تايم في الوقت الحالي، ومعلومات هيستوريكال داتا في الوقت الماضي، تاريخ. نعم بالضبط. فعلى قد الفيلر حصل قد ايه في الوقت الماضي، الفشل يلي صار بالماضي بالزبط. وعلى قد المعلومات اللي بيجيله في الوقت الحاضر، ممكن ان هو نسبه البريدكشن او التحاليل بتاعته تزيد يوم عن يوم. اعتقد ان احنا وصلنا دلوقتي تقريبا لحوالي 60% نجاح من نسبه التوقع، ان احنا نقدر بالضبط نقول امتى المعده دي او امتى الاسيد دي هيحصل عليها شت داون او بريك داون، ومقدر نحن نتوقع منها امتى هنعمل لها صيانه. نعم. طيب في ناس متخوفه من هذا التوغل اللي حكينا فيه، انت بتطمن الناس اللي متخايفه من الاله والذكاء الاصطناعي ولا كيف؟ لو بصينا على مر التاريخ، الانسان على مع كل تطور تكنولوجي كان بيطلع كان بيبقى عندنا مخاوف من التكنولوجيا اللي طلعت. صحيح. لما طلع الكمبيوتر ناس كتير قعدت تقول ان الكمبيوتر هيبدل عقل البني ادم وهيعمل تاسك، بس اللي حصل ان الانسان بيتكيف ويتهيأ مع كل تكنولوجيا بتطلع جديد، لكن بيفضل يعني خافوا من مكنسة الكهربائي بالضبط. يعني بتخاف من اي انفنشن او اي تحول رقمي بيحصل جديد. صحيح. الذكاء الصناعي ما هو الا اداه تساعد على زيادة التفكير أو زيادة نسبة الإنتاجية بالنسبة للبني آدم، ورفع الكفاءة بالنسبة للإنسان بشخص عام. فهي لو حطناها من المنطلق ده، هي مش هتقلل من الوظائف، ولكن هي هتخلق فرص لوظائف جديدة ما كناش نتخيل أنها تبقى موجودة في المستقبل. أوكي. فممكن مثال مثلا يعني في ديجيتال يعني أنا لو عندي شركة تستطيع الآلة أن تقوم بمكان موظف معين، هل استغني عن الموظف ولا يعني من مصلحتي اخلي الاله؟ صح، هتعيد اعاده توظيف الموظف في مهام تانية. المهام الروتينيه اللي بتستخدم حاجات روتينيه يوم بيوم دي هيبدا الانسان يتعلم فيها مهارات جديده، يبدا ان هو يطبق مهارات جديده عشان يتعلم فيها حاجه جديده غير اللي كان بيعملها روتين. الانسان هو مبدع ومفكر، فالانسان لو ركز على الابداع والتفكير وساب المهام الروتينيه للذكاء الصناعي، ساعتها هنبقى نقدر نحن نوفر وقت ونوفر طاقه وننتج اكثر. طبعا، وهذا الامر يلي بتاخده دوله الامارات العربيه المتحده بعين الاعتبار، وارست الرؤيه والاستراتيجيه ل 2030، حيث يعتبر الذكاء الاصطناعي ركيزه اساسيه. اذا بدنا نتحدث عن اكثر المجالات تاثرا بالذكاء الاصطناعي بالسنوات المقبله. سؤال حلو جدا، لان الامارات اعتقد هي اخذه رائده في مجال الذكاء الصناعي من عام 2017 مع تعيين معالي عمر العلماء وزير للذكاء الصناعي، كان اول وزير في عام 2017 للذكاء الصناعي، والخطه اللي خدتها الامارات من استراتيجيه 2030. فلو بصينا على حتى التشريعات يلي وضعت كانت سباقه. انا بقول ان عام 2024 هو عام الانجازات لدوله الامارات في الذكاء الصناعي، لان لقينا فيها انجازات كتيره جدا، بدايه من التشريعات، الخطه اللي حطتها دوله الامارات للذكاء الصناعي، المؤتمرات اللي حصلت. احنا بنتكلم واديبك دلوقتي شغال في ابو ظبي، عندنا اكتر من 200 الف زائر، وقبليها كان جايتكس اكتر من 6500، فاعتقد ان 6500 شركه. فاعتقد ان المنصه اللي خلقتها الامارات والايكو سيستم اللي خلقه الامارات بيساعد القطاع على القطاعات الكتير على ان هي تتحول رقميا. من اكثر القطاعات اللي هتتاثر اعتقد هي القطاع الصحي، وده لان بيلمس المواطن بشكل خاص، الافراد بشكل مباشر. قطاع التعليم، وازاي ان احنا نقدر نحسن من رفع كفاءه المدرسين ورفع كفاءه الطلاب. القطاع الصناعي بلا شك، وشفنا وزاره التكنولوجيا والصناعه في دوله الامارات عملت برامج كتير جدا
لتحفيز الصناعة وميك إت إن ذا إميريتس وصنع في الإمارات وباستخدام التكنولوجيا الحديثة. ففي برامج وضعتها الدولة كتير جدا لتحفيز استخدام الذكاء الصناعي. آخر قطاع اللي أعتقد برضو هيبقى مهم جدا فيه هو قطاع المواصلات والنقل. طب إذا كان في هيك رسالة محمد حابب توجهها للجيل القادم حول الذكاء الاصطناعي، شو هي رسالتك لهم؟ الذكاء الاصطناعي هي ليست تقنية، هي مفتاح لبوابة المستقبل، وبوابة المستقبل دي إحنا اللي هنبتكره وهنبدعه بإيدينا. فرسالتي لجيل المستقبل إنهم يتعلموا عن الذكاء الصناعي ويبتكروا، لأن العالم بانتظار إبداعاتهم دي وبانتظار ابتكاراتهم دي، والإمارات فيها الإدارة اللي بتقدر إن هي تخطط، والمبدعين اللي يقدروا يبتكروا، والكفاءات اللي تنفذ، والدعم يلي بتقدمه القيادة طبعاً لكل المشاريع يلي بتدعم ريادتها بمجال الذكاء الاصطناعي، لأنه دعم لا يستهان فيه طبعاً، وكتير قليل من الدول عم بتقدمه خاصة للفئة الشابة. السيد محمد النقيب، المدير الإقليمي للحلول الرقمية بالشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بمجموعة روكويل أوتوميشن وعضو هارفارد بزنس ريفيو للأبحاث التقنية والإدارة، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وشكرا هيك على الدفع يلي كأنه نقلت لنا شغفك وإيمانك بأهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة اعتماده بالفترة المقبلة. شكرا لك. شكرا.